معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. دكتور محمد، بعد التحية، طبعا دولة الكويت في عهد المغفور له بإذن الله الأمير الراحل سارت من نهضة إلى نهضة، وكذلك أيضا من تقدم إلى تقدم، حتى أصبحت في طليعة البلدان المواكبة للتطور ومن الدول المعاصرة. حدثنا أكثر بهذا الخصوص. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، واسمح لي في البداية أن أتقدم إلى الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي والمواساة بمناسبة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير دولة الكويت الشقيق الراحل، نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة. وطبعا نعزي شعب مملكة البحرين في هذا المصاب الجلل، وطبعا النعي الذي صدر عن الديوان الملكي البحريني والذي نقل إلى الشعب الكويتي وللأسرة الحاكمة في الكويت تعازي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفتح حفظه الله ورعاه، هو نعي من شعب مملكة البحرين لوفاة هذا القائد الإنساني الكبير. طبعا لا يختلف اثنان عن أن لهذا القائد دور كبير جدا في تقدم دولة الكويت ورقيها، ولعل الكثيرين ربما يعلمون أن لسمو الأمير الراحل دور كبير جدا في دعم البحث العلمي وخصوصا فيما يخص الطاقة وأيضا المناخ، وهذه يعني المسيرة التي قضاها رحمه الله في دعم البحث العلمي كان لها أثر كبير جدا في مختلف المشاريع المتطورة التي نفذت في مختلف أنحاء العالم، فلم يقتصر دوره في الواقع على الجانب الإغاثي والإنساني والخيري، بل كان دوره متصلا إلى البحث العلمي والمعرفي وكل ما يخص التطور والعمران والنهضة. طبعا نحن في مملكة البحرين وشعب البحرين يدرك كثيرا حجم التقارب والتشابه الكبير جدا بين الشعبين وخصوصا فيما يتصل بالجانب الثقافي، ولذلك فإن مملكة البحرين ودولة الكويت سارا جنبا إلى جنب في التطور الثقافي في مختلف المناحي، سواء في جانب المسرح، في جانب طبعا المعرفة، في جانب القضايا التي شكلت نواة لتطور هذه الدول منذ عقود مضت. ولذلك فإن شعب البحرين يشاطر شعب الكويت الحزن على هذا الفقد، ويأمل بإذن الله تعالى أن تكون مسيرة الكويت القادمة مزدهرة كما كانت مسيرتها في عصر وعهد الراحل الأمير صباح رحمه الله تعالى. فكل التعازي والمواساة لشعب الكويت ولشعوب الخليج التي تستشعر اليوم حجم هذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة، شكرا على هذه المداخلة.